لحد دلوقتي، ولكن ده احتمال وارد. شايف الموضوع ده ازاي؟ شايفه في صالحنا؟ شايف ايه ايجابياته او ايه سلبياته؟ اولا هي البطوله دي من اول ما اقيمت وكلها تاجيلات، صح، سواء تاجيلات قدريه او تاجيلات بقرارات يعني مسؤولين. قدريه يعني زي كورونا، يعني حاجه جت ما حدش له دخل بيها فجت وقفت الدنيا كلها، فدي تاجيلات قدريه. اما التاجيلات اللي احنا بنفكر فيها او الاتحاد الافريقي بيفكر فيها او كده، فدي تاجيلات لاما توابع الكورونا او بعض النظم او بعض البطولات اللي هي بتتدخل فيها المباريات ومواعيد المباريات، فبتحاول انها تترجم هذه النسخه اللي نفسها طويل قوي ومش عايزه تخلص وتخلصنا منها ان شاء الله. يعني انا بقول لهم يعني الكاس من دلوقتي يجيبوه، يعني مش عشان حاجه، ما هو اصله تعبهم قوي وتعب كل الناس وتعب كل الفرق، يعني تعب الاهلي، تعب الزمالك، تعب الرجاء، فاذا ثلاث فرق بيتصارعوا على هذه البطوله وعلى هذا الكاس اللي هو ان شاء الله بامر الله يكون من نصيب النادي الاهلي. بس شايف انه هيكون في ايجابيات من فكره التاجيل دي بالنسبه لصالح الفريق؟ هو التاجيل بالنسبه للنادي الاهلي، تاجيل او عدم تاجيل النادي الاهلي مش يعني ملوش تاثير التاجيل بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ممكن له تاثير بالنسبه للخصم ايا كان مين هو، لكن بالنسبه للنادي الاهلي لن يؤثر هذا يعني التاجيل اللي هيتعمل مش هيأثر على النادي الأهلي. النادي الأهلي بأي مجموعة والفرقة الموجودة دلوقتي هيقدر إن شاء الله بإذن الله إن هو يخوض المباراة النهائية، لكن التأجيل هيفيد الفريقين اللي هم سواء كان الرجاء أو الزمالك أو الرجاء. طيب خليني نبدأها كده واحدة واحدة، نروح لمباراة طلائع الجيش يوم السبت. ايه المطلوب مننا في المواجهه دي يا كابتن فتحي؟ يعني مش مطلوب اي حاجه لان الدوري انتهى وكل حاجه انتهت وكل تركيزنا على المباراه النهائيه، فالمفروض ان انا افكر في المباراه النهائيه، ما افكرش في هذه المباراه. اريح اللعيبه الاساسيه ولا مش معنى؟ ممكن اريح عشان مفيش مشكله. لا، هنقول مثلا الزمالك لما لعب الاسماعيلي، لعب الاسماعيلي مضطر انه لازم يلعب عشان لازم يكسب عشان لازم يطلع التاني. بالظبط. كانت النتيجه ايه؟ طلع التاني وفقد واحد زي في وسط الملعب الونش فقد الونش، فمعنى انه يفقد لعيب زي ده وعشان دي مش هتمثل له، مين يرجع الونش؟ مفيش واحد زي الونش في نادي الزمالك يقدر يسد هذا المكان. فاحنا مش عاوزين نكون طلائع الجيش، نكسب مباراه وعندنا ضحايا والضحايا دي تؤثر على المباراه النهائيه. نلعب عندنا ناشئين، نلعب عندنا لاعبين لم يشاركوا في البطولات السابقه، يعني طول السنه ما خدوش فرصه كامله، ما خدوش 90 دقيقه، ما خدوش كل ده، نقدر نديه وما ياثرش علينا. انا كسبت الدوري وانا نهيت الدوري وانا هستلم الدرع سواء كسبت او خسرت او اتعادلت ايا كان، ده ما بيقللش ان انا هسيب المباراه. ما فيش في فرق ان انا هسيب المباراه وفرق ان انا العب مباراه باقل اضرار، باقل اضرار واقل اخطاء واقل اصابات واقل نقعد نعيد فيها. الشناوي المفروض يشارك في المباراه دي ولا يرتاح بقى؟ لا، شوف احنا هنا بنقول اراء بتاعتنا احنا. ما انا قصدي من وجهه لكن نظر حضرتك. وجهه نظري ما يشاركش. يعني الشناوي ما يشاركش، في عندنا اثنين حراس، في عندنا علي لطفي وفي عندنا مصطفى شوبير، الاثنين قادرين انهم يكملوا كده، لكن الشناوي لا يشارك طالما انا عندي البديل الكفء. فانا عندي البديل الكفء، انا عايز دلوقتي كل تركيزي في المباراه النهائيه، عناصر الاساسيه وخصوصا العمود الفقري للنادي الاهلي، زي بنتكلم في الشناوي، زي الاثنين سنتر باك اللي هم كده، زي الاثنين المدافعين زائد لاعب صانع الالعاب زائد راس الحربه. السته دول اشيلهم على جنب، مش شرط اشيل الفرقه كلها، بالاضافه الى بعض اللاعبين المتميزين زي علي معلول. علي معلول مش شرط ان انا العبه، عندي البديل ان انا اقدر العب بيه كده، يبقى انا شلت كام لاعب، يبقى هم دولة القوام او الهلك الرئيسي للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا. طيب شايف ازاي موسيماني فنيا في مباراتين افريقيا، الاياب والذهاب طبعا،
مع نادي الوداد. حضرتك كنت بتقولي قد ايه انت كنت معجب جدا باختيار موسيماني، لانه من الاول انت عارفه من زمان جدا ان هو شخص مش مغرور، شخص عنده فكر وجاي يطبقه. يمكن لاول مره اتكلم على موسيماني سواء في اي حته في الاعلام، لكن طبعا في قناه الاهلي لازم اتكلم. اكيد. موسيماني في 2010 في كاس العالم اللي كان في جنوب افريقيا كان هو بيتعامل او ايه نقول كان مدرب عام، وكان كارلوس البرتو بيريرا كان هو المدرب البرازيلي. فكان هو اللي شغال معاه. فانا تعرفنا طبعا قبلها ب 2009 كانت في دوره مدربين وانا محاضر في الاتحاد الافريقي في الكاميرون، وكان موسيماني موجود هناك قبل البطوله الافريقيه قبل كاس العالم. وبدأت في علاقات بيني وبينه وارتبطنا ببعض. ليه؟ لأنه لقيته متواضع جدا جدا جدا، وكان من الشخصيات اللي الواحد يعني يتشرف إن هو تعامل معاه. إحنا في 2009 برضو في نفس السنة كانت التصفيات كأس العالم، الفرقة اللي كانت فيها صلاح وفيها حجازي وفيها الشناوي وفيها أيمن أشرف فيها النني، فيها المجموعة دي كلها، كنا بنلعب في تصفيات كأس العالم اللي في كولومبيا 2011. فكانت التصفيات عندنا كانت في 2009، وبعدين التصفيات النهائية كانت في 2011 اللي احنا رحنا شاركنا فيها. كان موجود معانا وبيشجع مصر على إنه هو مصري. رغم جنوب أفريقيا كانت موجودة، بس بعد ما خرجت بره بقى هو منتخب مصر هو اللي بيشجعه. مهم الكلام ده للجمهور. ما طبعا، لان بقى هو يعني هو بيعشق هذه البلد من قبل ما يجي، وبيحبنا وهو عشري وهو متواضع جدا، وما عندوش الانا، وما عندوش اللي يقول لك ان المدرب انا احسن لاعب مدرب في افريقيا وانا اللي كسبت مش عارف بطوله، ما فيش الكلام ده. وبعدين استاذ 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 في التعامل بعلم النفس. علم النفس ده مهم قبل جداً. ما اجي الحته دي، لما كنتوا مع بعض وقتها في 2010 كان في اي كلام مثلا عن طموحه انه يدرب نادي مصري او النادي الاهلي؟ لا، ما كانش لسه، ما كانش لسه بدات دي. لان هو كان منتخب جنوب افريقيا وفي كاس عالم، وكان كل تركيزه في جت بعد كده بدايه من 2012 2013 بدا يحن ان هو يتعامل مع الكره المصريه. بعد ما شاف الكره المصريه وشاف الشعب المصري لما جه هنا، والجمهور بتاع يعني منتخب مصر وجمهور النادي الاهلي، وشفناه قبل كده انتوا في كاميرات وهو بيصور الجمهور وكده. هو قال لي، بقول له انت بتصوره يعني انت بتصور الحاجات دي ليه؟ يعني لا واحد بيلعب كوره ولا واحد بيشوط كوره. قال لي لا، دي اللي موجود ده الاكسجين بتاع اللعيبه بتوع الملعب. فانا بصور الاكسجين. هل الاكسجين ده ما حدش يمسكه بايديه؟ الاكسجين في الهواء. معنى ان هو بيعبر كده ان دي القوه الدافعه، الاكسجين هي اللي بتخلي بيخش الجسم ويحترق ويدي الطاقه ويخلي اللاعب والمدرب انهم يتحركوا في الملعب. فقال لي ده اكسجين كره القدم، لازم اصوره عشان انا احس بيه وللاعيبتي بعد كده لما اجي اقول لهم، اقول لهم شايفين الجمهور ده كله، احنا لازم يبقى لنا دور ايه وكذا ايه وكده. هو يتميز غير الجانب الفني او الجانب البدني او الجانب الخططي.